في السياق، قال مواطنون في تعز إن وحشية الاحتلال بحق سكان قطاع غزة أوجعت كل شعوب العالم العربي والإسلامي، مشيرين إلى أن ما يجري في القطاع هو بمثابة وصمة عار على الحكام العرب. وحشية خارجة على الإنسانية. ننظر إن احنا كل احنا في يد واحدة، المسلمين كلهم بوجه هذا المغتصب القاتل، قاتل الأطفال. توقعنا ذكور وإناث، الأمة الإسلامية توقعه، والله توقع الأمة الإسلامية إنسانيا ودينيا وأخلاقيا وعربيا. وهذه اللعنة على الدول العربية والمسلمة، اللعنة من الرحمن الرحيمين، بتقولون اللعنة كلهم، حتى نحن الشباب المقتدر عليه اللعنة على هذول الناس اللي يروحوا وهذول الناس اللي يتعبوا، والشعب العربي يتفرج عليهم، والشعب العربي يتفرج على الناس هذا. العالم اقتلب ضد الفلسطينيين، الفلسطينيين تموت ولا تموت، احنا نتفرج يا عرب. يا اين الاسلام؟ قلنا في اسلام، اين العروبه؟ اين نحن من العروبه؟ اين نحن من الاسلام؟